مرحبتين مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج أسواق لكل عشاق المكياج والعشاق العطور. اليوم جولتنا رح تكون في عطور سلنطة في شارع بن عاشور. رح نتعرفوا على أهم ماركات المكياج وكذلك العطور الأسعار، ونعرفوا أن اليوم أو في الموسم هذا موسم التخفيضات، رح نشوفوا أسعار العطور قبل وبعد. يلا نشوف. نستمر في جولتنا مع مدير المبيعات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا باسمك. محمد المسلاتي، مدير مبيعات أحد فروع سلنطة، محلات سلنطة، فرع بن عاشور. تمام. سيد محمد، ممكن تعرفنا على أسعار العطور، خصوصاً أن حالياً في موسم التخفيضات وكذلك في نزول من ناحية صرف سعر الدولار، فأكيد في بعض المنتجات أو بعض العطور نزلت. يا ريت تقول لنا شن هم الأسعار وشن هم العطور اللي أكيد في أكثر من عطر نزل سعره في التخفيض تو حاليا، بحكم إن إحنا مدارين تخفيض، درنا تخفيض متاع العيد ودرنا تخفيض موسم الصيف في عطور الصيف، وتو أكثر عندنا أكثر من عطر ومنتج فيه تخفيض سواء في النساء ولا في الرجال، ونقدر نوريك عطور في النساء. نبدأ بأول حاجة عطر جامبول، شركة جامبول نزل عطر اللي هو سكاندل. سكاندل في فرق، فيه ثلاثة عطور، في ثلاثة أنواع من جامبول سكاندل. جامبول برفيوم هذه الأولى، بعدها جامبول برفيوم انتنس بايت نايت، والاخيره الجامبول اللي هي التواليت. فرق اكيد عندك الجامبول ايد التواليت، هذه الاخيره بكل اللي هي دارها عطر صيفي. تمام. عندك الجامبول البرفيوم، هذا اول عطر نزل شركه الجامبول للسكاندل، عطر سكاندل برفيوم. وعندك سكاندل باي نايت اللي هي مركزه اكثر واحده فيهم شتويه اكثر، صناعه جامبول اسبانيه في اولمبيا، في ثلاثة أولمبيا، في أولمبيا الأولى الإيد بارفيوم، بعدها الأولمبيا بارفيوم أنتنس، والأولمبيا الأخيرة اللي هي الليجند. هذه آخر. بالنسبة للأولمبيا سعرها قبل التخفيض اللي هي البارفيوم كانت 425 دينار، تو حاليا بعد التخفيض ب 285 دينار، 80 ملي أكبر حجم، وال 50 ملي ب 225 دينار، وفيها كوفرت كامل اللي هو 6 جي بالبادي لوشن. الست كامل ب 335، 80 ملي عطر ومعاه بادي لوشن 100 ملي. شنو هم العطور اللي عليهم سحب من ناحيه العطور النسائيه، يعني الزبونه تجي تستعمل فيها؟ اكثر من عطر بحكم انه كل واحد وذوقه، كل واحد وشن يعجبه. في مثل اللي تختار الاولمبيا، في اللي جامبول سكاندل، عندك في مثلا في جورج ارماني، عندك في الجارلاند روبرتو كافالي، جوتشي تو حاليا اللي صعب اكثر حاجه، والنارسيسو اكثر العطور تو حاليا ترويج اللي صعب، والنارسيسو الزوزو اسعارهم في فرق ما بين قبل وما بين تو. اكيد مثلا عندك نارسيسو باودر اكبر حجم كانت اللي هي 90 ملي، 90 ملي كانت قبل تنباع 565، تو حاليا ب 370 دينار 90 ملي. اللي صعب مثلا الوايت هذا الاخير كان ينباع 545، تو 435. على العطور الرجاليه والزبون او الشاب الليبي، شن اكثر العطور اللي عليها سحب وجي يستعمل فيها بهلبه يعني؟ بالنسبة للعطور الرجالية في أكثر من نوع، في مثلا عندك في الدوتشي جابانا أكثر عطر، مثلا في الدوتشي جابانا المشهورة هذه أكثر واحدة فيهم مشهورة من قبل. تمام. عندك في السمياك اللي هو مثلا سمياك البور هوم القديم، عطر صيفي ويحبوه أكثر ناس الكبار في السن يستعملوا فيه أكثرية. تو حاليا 125 ملي ب 275، بينما كانت قبل 395. في مثلا في الدوتشي جابانا تو 100 ملي ب 315، فرق ما بين قبل وتو. في الملكي في الدوتشي جابانا، في الدوتشي جابانا اللي هي البرفيوم، في هذا الدوتشي جابانا الجريج جديد، هذه اخر حاجه فيهم حاليا، هذه ب 355 100 ملي. تمام. نعرف ان في عطور شتويه وعطور صيفيه، ممكن تعطينا صنف او كيف نعرف العطر الشتوي من عطر الصيفي؟ حاليا في بعض الزبائن او بعض المستهلكين ما يعرفوش يميزوا، تلقاهم يستعملوا في العطور الشتويه في فصل الصيف والعكس صحيح، كيف نعرف العطر الشتوي من العطر الصيفي؟
بالنسبة للعطور الرجالية الأكثرية تقدر تقول 75% كلها إيد تواليت عكس النسائي. بالنسبة للعطور الرجالية اللي تلقى فيها إيد بارفيوم ولا فيها نسبة العود هذه حتكون عطور شتوية، ما تقدرش تستعمل مثلا عطر إيد بارفيوم وقوي وفيه نسبة العود في الصيف. لكن الصيفية الأكثرية بتكون فرش، مثلا عندك في الفرزاتشي فرش هذا عطر صيفي تمام، عندك الأزارو 50 ملي متاحة ب 185. ولا التعامل، هل تعاملوا؟ نتعاملوا بجميع طرق الدفع، في بطاقة مصرفية، في تداول، في سداد، في الأمان كيو آر، جميع طرق الدفع البيع نستعمله فيها. بالنسبة للأسعار مثلا في المكياج أكثرية فيها البحاجات فيها تخفيض، تو زي مثلا احنا في المكس فاكتور عندنا مدارين فيهم تخفيض، اللي مثلا تجي تاخذ العروسة تاخذ مكياج. لكن أكثر حاجة بالنسبة للتخفيض في المكس فاكتور 20% 25% على حسب الأصناف اللي فيه. عندك في المبيلين حتى هي نزل أسعارها نفس الشيء المكس فاكتور، مثلا هذه أكثر كريمة في المكس فاكتور مشهورة اللي هي 3 في 1، وعندك هذه اللاستنج حتى هي من الكريمات المشهورة. هذه الفونديشن هذا كان 75 دينار، توه حاليا 35 دينار. نفس الشيء في اللاستنج، هذه الكريمة أساس الأخيرة اللي هي اللفت في المكس فاكتور. عندك الماسكارات كلها اللي في المكس فاكتور موجودة، ظلال، أرواج، جلوسات، باودر، كونتور، جميع الأصناف أي حاجة تطلبها العروس في المكياج موجودة. وكيفاش سعره؟ سعره تو حاليا 45 دينار المبيلي الأرواج المات الجلوس. عليه سحب عندك نفس الشيء اللي هو الكونسيلر بتاع الفتمي حتى هو ممتاز. كيفاش الكونسيلر؟ الكونسيلر تو 45 دينار. كان قبل مش فرق، هل بالمكياج ما يكونش فيه فرق زي العطور؟ العطور يبان فيه الفرق، بالنسبة للمكياج قليل نادر، لكن هو تو 45 كان تقريبا 65. عندك كريم أساس اللي هي الفتمي نفس الشيء تو 35 دينار، 30 دينار تقريبا ثمنها هي والبودرة. نعرف أن للمكياج عمر معين، احنا او اغلب الفتيات او النساء ما يعرفوش عمر المكياج، يعني هل في عندها صلاحية؟ أكيد صلاحية أكيد 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 كلهم يختلفوا بالنسبة للمكياج على حسب الكريمة، البودرة، الجلوس. أكثر حاجة الماسكارا تجف، أكثر حاجة الماسكارا حكم أنها تستعمل يوميا. وحاليا وصلنا لآخر جولة من ناحية البودي لوشن، الأنواع اللي عندكم وكذلك. بالنسبة للبودي لوشنات عندنا جميع ماركات العطور فيهم بودي لوشنات. عندك مثلا في فيكتوريا سيكريت أكثر حاجة مشهورة في البودي لوشنات. من غير البودي لوشنات عندنا حتى في السكين كير اللي هي ماركة كلارنس فرنساوية معروفة، أكثر حاجة أكثر ماركة في العالم مشهورة اللي هي في الاهتمام بالبشرة. مثلا عندك زي هذا اللي هو الهاند أند نيل اللي هو لليدين، مرطب لليدين، هذا تو حاليا سعره 65 دينار. الكريم المرطب عندك فيه كريم ترطيب في الليل وفي كريم ترطيب في النهار، يختلف عليه حسب، ويختلف نفس الشيء من على السن، لأن في مثلا كريمات خاصة اللي هي من 40 سنة فما فوق، وفي اللي أقل. في عندك من غير حتى في السكين كير عندنا احنا حاليا عندنا ماكينات الفيليبس، ماكينات البراون يستفيدوا منهم العرايس أكثر من الماكينات عليه حسب. ما الفكرة أن في الفيليبس يختلفوا على الرجالي على النسائي، نفس الشيء في البراون الرجالي والنسائي تختلف عليه. عفوا، أهلا وسهلا بك، سامحينا. انتهت جولتنا في عطور إسلنطا في شارع بن عاشور. تعرفنا من خلال الجولة هذه على العطور الرجالية وكذلك النسائية، وكيف نعرف العطر الشتوي من عطر الصيفي، وكذلك عرفنا الأسعار، وكذلك عرفنا ماركات المكياج شن الأحسن وشن مش أحسن، وكذلك عرفنا الصلاحية. كانت معكم راوية بخشيم، قناة تبادل طرابلس.